السلام عليكم شباب، شخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة فري فاير. قبل أن نبدأ بالفيديو لا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد وكتابة تعليق جميل. وخلنا نبدأ بالفيديو. طبعا يا شباب آسف عن القطعة، صار لي 8 أيام ما قاطع. إن شاء الله بعد ما عدى أي شيء راح نرجع ونستمر بالتنزيل اليومي أو البين يومي بين يوم ويوم. فكرة المقطع لليوم، اكو حدث جديد كلش مفيد ويعني اكثر اللاعبين اللي ما يشحنوا يحبونه. خلنا نروح ونشتري الحدث وياكم. الاحداث اللي ما يقدر اللي يندله يعني الجديد على اللعبه يروح له كلمه الاحداث، وايضا الاحداث وهاي الشريط الفوق يتحرك خاف يعني ما تندله وتروح له ارفع المستوى وتضغط عليه راح يوديك لهاي الواجهه. يا شباب التحديث تقريبا العفو اي تحديث الحدث تقريبا يعتمد على الرتب، يعني اذا رتبتك فضة تاخذ خصم 50، ذهبي 75، بلاتيني 80، الماس 90، واذا بطولي تاخذ 95. وجوائز هذا التصنيف يعني هاي الجهة الخضراء او السمائية العفو تعطيك هاي الجوائز، والبطولي تعطيك هاي الجوائز. فيا شباب انا مشتري وياكم مش كم شغله، فهسه راح نكمل وياكم نشتري. شنو من شغلات بي؟ عندنا مثلا سانتونيو واوريون شخصيات هذني بثلاثي ب 25,000، مسوي لك اياهم ب 100 ب 1500 كلش رخيص. ذني باكجات هسه نفتح انا وياكم انا مشتريهن، وعندنا هنا قنبله نشتريها وسكين سياره ايضا نشتري، و شو اسمه سكن مال السلاح اللي يعالج صديقك هم نشتري، والسكن السنايبر هذا اقوى سكن سنايبر للثلج نزل حاليا لان مميزاته كلش حلوه. وذن الرقصات ما كنت عن اشتريهن لان هن مؤقتات، انا اشتريت بس ما تعرش. نرجع لهنا، طبعا اذا انت ما وصل بطولي راح تقدر تشتري السكن السنايبر ب 200 جوهره، يعني اذا واصل بطولي تقدر بدون 200 جوهرة. نجي عندنا هذا الباكج اللي نشتري، وهذا باكج اليو ام بي، وهذا الباكج البيكيس والاي ان. عندنا الدنماريتين والقنابل هاي استوي اشتريتين، والشخصيات ايضا استوي اشتريتين. نجي عندنا هذا الباكج ايضا نشتري، طبعا باكجات كلش رخيصة، 100 عملة، يعني اكو اسهل من اتديدة تنزل الجيم تحصل 100 عملة وتجي تشتري اي باكج يطخ ببالك. يا شباب طبعا اني انصح الناس اللي ما تشحن باللعبة تشتري هذا الحدث كله، لان حدث مفيد وخوش حدث، ووقت نزله من خوش وقت. هسه يا شباب اشترينا ممكن وياكم، خل اراويكم اول شي اسكن المركبة، بس الانترنت شوية ضعيف انتظره شوية. هسه رجع سكن المركبة مثل ما هي على قدامكم، يعني سكن مع الذرة اللي شامية ذرة حلو، بس انا العدة هذا اعلى من عدة فراح ابقى عليه. نجي عندنا هنا الباكجات، نبدي يا شباب بالباكجات. طبعا انا ما فتحت باكجات، بس اعتقد ايش كم شخص باكج فتحت، اعتقد 2. فهسه نبدي هذا اول باكج، نبدي بحظ المتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله شي دائم يا الله. اسطوري الفاني لها كلش حلوة وانا اريدها اسطوري. حاليا حظكم زين، هاي الحظ هذا الحظ بحظ اللي يحطون لايك. يا الله امشي دائم، ابطال ابطال ابطال، اثنين دائميات، اثنين هنطلعين ابطال. هذا يا شباب هذا الشوت جن اعتقد زين، وهو السكين حلو ان شاء الله يطلع لي دائمي. هذا يا شباب بحظ صديقي، عنده صديق موجود هنا ماك شوي، هذا نادر يعني لان كان بجواهر. هذا هم السكين هم حلو، مثلا بجامة اعتقد حلوة، اي حلوة البجامة. بس باكجين هذا همين طلقناه. السكنات ما مفيدة، اهم شي سكنات الاسلحة. هذا سكن الاسلحة الاي ان بحظه، هذا خلينا نشوف ايضا ماكو. البي 90 ايضا بحظي، خلينا نرجع على حظكم اشرف. هذا بحظ المتابعين ماكم ايضا ماكم. او يا شباب يعني نسبة قليلة، خلنا نفتح ان شاء الله يطلع لنا سكن. هذا انا عدي، بس هذا الام 60 مدر ام 90
وسكار، هاي سكار لا اسم الله نفتحه وياكم. ايضا ماكو عندنا هذا موجود عندي وعندي هاي. اتمنى يطلع لي انا حرف الكي لان اسمي كراف، اتمنى يطلع لي حرف الكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والحظ حتى اسمي حرف، اسمي ما طلع. الحمد لله الحمد لله. هسه مثل ما شفتوا يا شباب اشتريناهن كل المتجر وهاي. هسه اريد اراويكم افضل شيء تقريبا. خلينا نشوف هاي الشغلات. شاشة ب60 حطها لان ما عندي الا ولا مسكين. قناص هو اهم شيء، القناص نعوفه بالاخير. يا شباب تقريبا هذا اول سكين لسلاح العلاج ينزل بمميزات معدل اطلاق النار والمدى. تقريبا مميزاته كلش 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 مفيده في التزويد، وتلقي بالمتجر مال المكان المشتري مكان السوق بالباترونا تقدر تشتري مجاني وتحطه تعالج باصدقاء. نجي لهنا يا شباب، طبعا انا عندي هذا السكين طلع لي مجاني بيخترق دروع 2 يعني كلش مفيد وسرعة عدد التحميل. هنا يا شباب الضرر زائد 2 يعني يا شباب من دمج 120 اعتقد هو هيك دمج الى دمج 170 يا شباب. سكين مرة 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 اسطوري مثل ما قدامكم انا هاي زودته. يا شباب حبيت انوهكم على الرابطة. ما بقى شيء وندخل ليفل 3 يا شباب، تقريبا بعدنا 19000 نقطة وندخل 3. هاي اعضاء الرابطة المتفاعلين والنشطين والمساهمين برفع الرابطة. اشكركم، اشكر كل شخص، وان شاء الله يا شباب بس تدخل رابطة ليفل 3 ان شاء الله بس اللاعبين المحترفين اريدهم يدخلون للرابط. والماي يعني مو محترف اكو رابطات ويجوز راح افتح فرع ثاني. وهنا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات يوصلكم كل ما هو جديد وكتابة تعليق جميل. ويلا مع السلامة، دمتم سالمين.